السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. معاكم دكتورة سماح السيد، معيدة بقسم نسا، ونشرح مع بعض النهاردة معمل Oral Medication Administration، بمعنى إعطاء العلاج عن طريق الفم. تمام، خلينا متفقين إن أول حاجة هنبدأ بيها في أي بروسيجر هي الأسسمنت. يعني إيه أسسمنت؟ أسسمنت هي الإعدادات أو الخطوات اللي أنا ببتدي أعملها تشيك قبل ما أبدأ في المهارة بتاعتي. طيب، في أي علاج في الدنيا ببتدي إن أنا أديله البيشنت، أنا عندي حاجة اسمها الفايف رايتس، سواء العلاج ده كان عن طريق الفم، الوريد، او العضل. يا شباب انا عندي الفايف رايتس، هي البيشنت فايف رايتس. اول حاجه عندي رايت بيشنت، بمعنى اتاكد ان البيشنت دوت او المريض ده هو المريض الفلاني اللي لازم اديله العلاج ده، ما لخبطش بين المرضى يا شباب. تاني حاجه عندي رايت ميديكيشن، بمعنى ما لخبطش بين الادويه بتاعه المريض نفسه. تمام، رايت روت، بمعنى اللي هو الطريق الصح اللي المفروض اعطي من خلاله العلاج. بمعنى لو الدكتور كاتب له اي ام اللي هو عن طريق العضل، ابتدي ان ادي له العلاج دوت عن طريق العضل. لو وصف له ان هي عباره عن تابلس عن طريق الفم، اديها له عن طريق الفم. تمام، بعد كده عندي الرايت دوز، بمعنى ادي للبيشنت الجرعه اللي الطبيب وصفها له بالظبط، والرايت تايم، يعني ادي له العلاج بتاعه في الوقت الصحيح. لو الدكتور قال ان هو كل 12 ساعه، كل 12 ساعه بالظبط هبتدي ادي البيشنت العلاج بتاعه. يبقى ايه الفايف رايتس تاني؟ رايت بيشنت، رايت ميديكيشن، رايت روت، رايت دوز، اند رايت تايم. طيب هعمل اسسمنت لايه تاني؟ المفروض ان كل بيشنت عندي في المستشفى بيبقى ليه فايل. تمام، الفايل دوت انا يهمني اعرف فيه ايه؟ يهمني اعرف فيه اربع حاجات. اول حاجه البيرسونال داتا بتاعت البيشنت، اللي هو اسمه وسنه، والديموغرافيك داتا بتاعته اللي هو الحاله الوظيفيه والمكان اللي بيعيش فيه. تاني حاجه عندي ايه؟ الميديكال هيستوري. ايه الميديكال هيستوري دوت؟ اللي هو التاريخ المرضي بتاع البيشنت، بمعنى المريض بيتعالج من ايه دلوقتي، يعني ايه الديزيز اللي عنده وايه الامراض اللي كانت عنده قبل كده واتعالج منها. تالت حاجه عندي الميديكيشن هيستوري، بمعنى البيشنت بيتعاطى دلوقتي ادويه ايه وكان بياخد ادويه ايه قبل كده. واخر حاجه عندي الالرجي هيستوري، بمعنى هل المريض دوت عنده حساسيه من علاج معين، من اكل معين او من شرب معين. الحاجات دي كلها لازم اخلي بالي كويس جدا منها قبل ما اروح ادي البيشنت العلاج بتاعه. تمام، طيب انا دلوقتي عندي المهاره بتاعتي بتتقسم لثلاث خطوات: بري بروسيجر والبروسيجر والبوست بروسيجر. ايه البري بروسيجر بتاعتي؟ يعني الخطوات اللي بتسبق المهاره على طول. ايه هي؟ اول حاجه عندي ان انا بعمل جازرنج للاكويبمنت بتاعتي، بمعنى ان انا بجمع الادوات بتاعتي. طيب انا عندي ايه هنا؟ انا عندي هنا الجلافز اللي هي الجوانتيات اللي انا هلبسها، عندي حاجه اسمها الميديكيشن ريكورد، عندي سيزر بمعنى مقص، وادي عندي ده شكل التابلتس وده شكل الكبسول اللي هو الميديكيشن اللي هعطيه للبيشنت، وده عندي اورال سوليوشن اللي هو حاجه ليكويد، وادي عندي جلاس اوف ووتر، وعندي تو كابس ولازم يكونوا مدرجين. تمام، وادي دي عندي هنا بيبر تيشو. طيب انا ايه اول حاجه بعملها؟ ببتدي ان انا اعمل هاند ووشنج، بمعنى ان انا بغسل ايدي يا شباب، وابتدي ان انا البس ايه؟ جلافز. خلينا متفقين يا شباب ان انا ما بعملش اي مهاره مع المريض من غير ما البس الجلافز بتاعتي. تمام، هبتدي بقى ان انا اروح عند البيشنت. اول حاجه المفروض اعملها، انا عمري ما هروح ادي للبيشنت العلاج بتاعه كده بشكل دايركت من غير ما اعرفه بنفسي ولا اعرفه العلاج اللي هو ياخده. يبقى اول حاجه اعملها: اهلا بحضرتك يا فندم، انا اسمي دي سماح، بكالوريوس تمريض، موجوده مع حضرتك النهارده ومسؤول عن اعطائك العلاج الفلاني علشان خاطر كذا كذا كذا. طيب هبتدي ان انا اساله عن اسمه وسنه والمرض بتاعه. تمام، علشان انا كده بعمل دبل ايدنتيفيكيشن للبيشنت، انا اول حاجه عرفت الداتا بتاعته اوريجن الفايل بتاعه وبرده بساله عنه. تمام، طيب بعد ما عملت ايدنتيفيكيشن للبيشنت يا شباب، ببتدي ان انا ايه ابدا البروسيجر بتاعه. طيب انا اي مهاره بعملها مع البيشنت لازم اتاكد من البرايفسي بتاعته، بمعنى ان انا ما ينفعش اتعامل مع المريض والناس اللي حواليا كلها بتتفرج عليه، لازم اعرف السرير يبقى حواليه ستاره وابتدي ان انا اشد الستاره. تمام، واتاكد ان البيشنت بتاعي اما في السيتنج بوزيشن، بمعنى ان هو قاعد، او على السايد لاين بوزيشن، بمعنى ان هو نايم على جنبه عشان يقدر يبلع. انا عمري ما بدي حاجه عن طريق الفم والبيشنت نايم على ظهره يا شباب. تمام، طيب واتاكد ان المريض دوت عنده القدرة ان هو يبلع العلاج، يعني ما عندوش اي مثلا جراحة في المعدة ولا عنده اي مشكلة في زوره تمنعه ان هو يقدر يبلع العلاج بتاعه. تمام، طيب دلوقتي دوت الشريط بتاع العلاج ايه اللي البوزيشن طالبه للمريض. طيب هل انا هديله الشريط كله؟ لا، انا المفروض ان انا ايه احدد الجرعة المحتاجة، زي ان هو واصف له تابلت واحد، احط له التابلت كده. لو
البوزيشن واصف له حاجه ليكويد. تمام، ادي عندي البوتل، اتاكد ان هي اورال سوليوشن يا شباب مش اورال سسبنشن، واحنا فرقنا بينهم مسبقا في الباوربوينت. طب لو اورال سسبنشن ببتدي ان انا ارد الازازه قبل ما افضي للبيشن. تمام، ابتدي ان انا احط الكفر بتاعها ابسايد داون، واحنا قلنا مسبقا ان الكبس بتاعتي لازم تبقى مدرجه. تمام، بمعنى عليها تدريج بعدد المليلترات اللي المفروض ان انا اصب بها فيها. امسكها كده بحيث ان هو التدريج ده يبقى على الاي في البدايه، انا شايفاه كويس جدا. امسك البوتل كده وابدا ان انا افضي. انا هنا يا شباب حطيت له 20 مللي اللي البوزيشن طالبهم بالظبط، ان انا اعمل كفرنج كده وابتدي ان انا اعمل كلين للبوتل قبل ما اغطيها ببارتيشن واعمل لها كفرنج. افترض ان البيشنت اللي عندي دوت إلدر بيشنت ما عندوش القدره ان هو يبلع بشكل سليم، او حجم الاقراص نفسها كبيره عليه بحيث ان هو مش قادر يبلعها. انا بعمل ايه؟ بيبقى عندي حاجه عامله زي الهون يا شباب، ببتدي ان انا اطحن فيها التابلتس نفسها بحيث ان هي تبقى باودر، بروح جاي محللها يا اما في كوبايه عصير او في كوبايه ميه، واخلي البيشنت يشربها عن طريق ايه؟ شاليمين. تمام، هبتدي ان انا ادي البيشنت العلاج بتاعه بديهوله في ايده يا شباب، مش انا بحطه في بقه، بديهوله في ايده. تمام، بيفضيه في ايده ويبتدي ان هو يفتحه ويبتدي ان هو يتعطاه او يعني يبلعه. تمام، يعني انا ما بفتحش العلاج في ايدي، انا بديه البيشنت هو اللي بيفتحه في ايده يا شباب. طيب، اتاكد ان البيشنت بلع العلاج بتاعه، بديله جلاس اوف ووتر يبلع بيه. تمام، واسال البيشنت ان هو يفتح بقه عشان اتاكد ان هو بلع. طيب، افترضنا ان هو مطلوب له سبلينجوال او بكر ميديكيشن. قلنا مسبقا سبلينجوال يعني العلاج اللي بيتحط تحت اللسان، وبكر اللي بيتحط ما بين الخد وما بين الاسنان. اتاكد ان البيشنت حطوه في مكانهم الصح وافضل موجوده معاه لحد ما يحصل ذوبان او يتحلل العلاج دوت، وابتدي ان انا ادي انديكيشن للبيشنت ان هو يبلع بعديه ميه او عصير. تمام، طيب انا كده خلصت البروسيجر بتاعتي، هبتدي ان انا هعمل ايه؟ هروح جاي مرجع البيشنت الكمفورتبل بوزيشن بتاعه تاني، هعمل ريموفنج الايكويبمنت بتاعتي، هروح للميديكيشن بول وهرجع كل حاجه مكانها، الحاجات اللي انا استخدمتها بعمل لها ديسكارد، والميديكيشن برجعه تاني للرف بتاعه، وابتدي اعمل ريموفنج للجلافز بالشكل ده واعمله ديسكارد. طيب، هعمل هاند ووشنج بعد ما خلصت. بعمل ايه؟ احنا قلنا مسبقا ان انا عندي الميديكيشن ريكورد، ببتدي اسجل في اسم المريض وسنه والحاله المرضيه بتاعته، واسجل العلاج اللي انا اديته له من حيث الاسم والجرعه والطريق، سواء حطيته بقى عن سوالوينج عن طريق الفم او سبلينجوال او باكتر ايه ميديكيشن. تمام، وابتدي ان انا اعمل حاجه اسمها سيجنتشر، ان انا امضي يا شباب، لازم امضي تحت الاوردر او الخطوات اللي انا عملتها، واكتب التاريخ. تمام، والوقت اللي انا عملت فيه البروسيجر بتاعتي. تمام، هل انا بسيب البيشنت كده؟ لا، انا ببتدي اعمل له حاجه اسمها ايفالويشن. بمعنى انا مثلا اديته الاقراص دي عشان خاطر هو مريض ضغط او مريض سكر، هرجع له بعدها بنص ساعه ابتدي ان انا اقيس الضغط تاني، وابتدي ان انا اقيس السكر، واشوف هل في تحسن في حاله المريض ولا لا. تمام، انا كده خلصت البروسيجر بتاعتي، وشكرا لسماعكم.